مع انه بيضربني ويهزئني انا وامي كل يوم، بس ايش اسوي؟ في النهايه ابويا. في النهايه انت خلصت اكل ولا لا؟ ايش بك علي يا ام نوار؟ بتصربعيني ليه يا عم صفية؟ لسه باقي شويه. طيب يا امي خليه، حمزه لحتى لو احنا خلصنا هو ما يخلص. يب الله اكبر عليك يا شيخ، ايش هو ده؟ الله يحميني من عينك ومن عين كل حاسد. هذا بدل ما تقول لي يا ولد خالي ايش ناقصك؟ ايش اظبط لك؟